لكل متابعي سبوت شات، نحن معكم بنقل مباشر من امام بنك بيبلوس الزلقه عماره شلهوب، حيث تعرض هذا المصرف بعد ظهر اليوم الثلاثاء الى سطو مسلح ومحاوله سرقه باءت في الفشل. في التفاصيل يلي اطلعتنا عليها القوى الامنيه والروايه الاولى بتقول انه شخصين ملتمين اجوا على هيدي الدراجه الناريه اللي عم نشوفها وراي، دخلوا على المصرف مستخدمين السلاح واطلقوا الرصاص على المدخل الرئيسي للبنك، دخلوا بالقوه واطلقوا الرصاص مره اخرى على الخزينه وليجبروا الموظفين لفتح هذه الخزينه. لما اطلقوا النار اجت شظيه باحدى الموظفين، هو بحاله جيده ليست خطيره، ونقل الى المستشفى. الاشخاص الملتمين اي السارقين كان عندهم، دخلوا مثل ما قلت بقوة السلاح، كان معهم مسدس و M16 رشاش. هن وطالعين لما طلع الألارم حاولوا كمان أنه ياخذوا الدراجة النارية اللي إجوا عليها، ولكن تعطلت هذه الدراجة ومن ثم سلبوا دراجة نارية أخرى وضلوا فارين على الطريق. هذه كانت التفاصيل الأولى من هذه الحادثة، سنوفيكم بأدق التفاصيل.